بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، دولة رئيس الوزراء، أصحاب المعالي الوزراء، السادة الحضور، يشرفني اليوم أعرض على حضراتكم مشروع مجموعة سي اف سي الجديد في مصر. احنا عندنا 4 مشروعات في الدول العربية، عندنا في الإمارات وفي السعودية وفي الجزائر وفي جمهورية مصر العربية. قيمة مشروع مصر إن الأول مرة في العالم بنستخدم مكملات الأعلاف الصادرة من مادة الـ HCL، ودي مادة غير صديقة للبيئة، قدرنا ان احنا نستخدمها ونضيفها الى الفوسفات ونطلع اول مكملات اعلاف في العالم، تكنولوجيا المانية بلجيكية. لما سألوني في لجنة الاستثمار ليه هتحط 400 مليون دولار في مصر في التوقيت ده، كان ردي باختصار عبقرية المكان. المشروع هيتعمل في المنطقة الحرة في إنا، في منطقة الهو، 180 كيلو من مناجم الفوسفات في منطقة السبعية بأسوان، وده بيوفر ان انا اقدر اجيب 1 مليون طن فوسفات بتكلفة قليلة، 190 كيلو من ميناء سفاجة فبقدر اجيب مستلزمات الانتاج، البوتاس من الاردن، الكبريت من السعودية، المنتج التام هقدر اصدره لجميع بلدان العالم. زيادة حجم الطلب في السوق المحلي المصري على مكملات الأعلاف بعد الاستثمارات الكبيرة في مجال المزارع السمكية والداجنة والحيوانية، وجود المصنع في مدينة نجع حمادي، احنا بنعتبرها مدينة صناعية بامتياز، فيها مصادر الخدمات الصناعية المعاونة، أيدي عاملة رخيصة مدربة، مناطق لسكن العاملين. الجدوى الاقتصادية المباشرة للمشروع ده في مصر، مصر بتستهلك 100,000 طن من مكملات الأعلاف، معظمها بيتم استيراده من الخارج. احنا هنستغنى عن حجم الواردات ده اللي بيمثل عبء على الخزانة العامة، مش كده بس، هنقدر نضيف حصيلة دولارية لا تقل عن 300 مليون دولار سنويا كعوائد تصدير. دور المشروع في إرساء قواعد التنمية المستدامة، وده هدف الاستثمار الحقيقي الصناعي في مصر.